زالت التحديات متواصلة، الأشواط متواصلة، شوطا يليه الشوط الآخر انطلق وعلى بركة الله. الشوط الحادي عشر للحقائق الأبكار العام في الفترة الصباحية من مهرجان ولي العهد للهجن لنسخته الثالثة. نبدأ وإياكم مع المركز الأول، مع الشعارات المتقدمة الباحثة عن النوماس وعن الانتصار. نبدأ وإياكم مع شعار في هذه اللحظات يتقدم محمد بن محسن بن حمد الشامري العجمي، يقدم لنا انطلاقة واندفاعة شعاره مع المركز الأول. ثاني التحديات القادم المتواجد في هذه اللحظات ينطلق بشعاره من الجانب الآخر، نواف بن عيد بن حمد العحيبي يتقدم بشعاره ليقدم لنا انطلاقة إلى الطامة. ولكن ثالث التحديات راقب الاسم القادم، راقب محمد بن بخيت يتقدم الزعيري المري مع انطلاقة ارتقاء مع المركز الثالث. غيرت مجريات هذا الشوط لتتقدم وتسلل من مركز إلى مركز. رابع التحديات عاطف بن عطية القرشي واصل مع انطلاقة الوطن، وصلت الوطن مع المركز الرابع. خامس التحديات القادمة المتواجدة في هذه اللحظات متابعينا الكرام، وصلت هنا في هذه اللحظات إعلان بشعار نادر بن زبران بن محمد العجمي يقدم لنا شعاره. ولكن نعود إلى البداية، إلى الصدارة، نعود إلى البداية وإلى الصدارة، إلى شعار محمد بن بخيت بنهدي بالجربوعي المري مع انطلاقة ارتقاء مع المركز الأول. المركز الثاني عاطف بن عطية القرشي يقدم لنا انطلاقة الوطن. أيضا سليم بن رويشد قادم في هذه اللحظات ليقدم لنا شعاره. أيضا الواصل متابعين الكرام راقب شعار العتيبي في هذه اللحظات ليقدم لنا انطلاقة واندفاعة. هنا شعاره من يقدم لنا شعاره سعد بن محمد بن سعد الجفران يتقدم بشعاره. ولكن نعود إلى البداية، نعود إلى الصدارة، إلى الصراع وإلى النزاع. الزعيري مع المركز الأول، ارتقاء يا ارتقاء على صدارة هذا الشوط، باحثة عن نقطة هذا الشوط، باحثة عن الانتصار وعن النوماس. انطلق متابعين الكرام شعار الزعيري مع المركز الأول، محمد بن بخيت بن هديب الجربوعي المري ارتقاء مع المركز الأول. الكيلومتر الأخير، كيلو ما بعد كيلو، كيلو هو اللي يفصل عن النوماس. أيضا عاطف بن عطية القرشي قادم متابعين الكرام. الوطن اقتربت في هذه اللحظات مع المركز الثاني. ثالث المراكز القادم المتواجد في هذه اللحظات راقبوا هذا الشعار الواصل، علي بن محمد بن طالب الفهيدة. يا سلام يا سلام، ولكن الصراع ارتقاء الوطن ارتقاء. انطلق الزعيري ولا القرشي، ياهو من شوط كبير، ياهو من شوط عملاق. الوطن عاطف بن عطية القرشي، سلام يا ابن هذا الميدان. انطلقوا مع انطلاقة الوطن، عاطف بن عطية القرشي يتقدم راشد بن حلفان بالمتابعة لهذا الشوط. الله الله يا مالك الوطن، عاطف بن عطية القرشي يتقدم وصاحبة نقطة في دولة الإمارات العربية المتحدة. انطلق أبو سعيد، انطلق من يتابع لنا هذا الشعار، راشد بن حلفان. شو اللي سويته في هذا اليوم الكبير؟ الوطن، سلام يا الطايف، سلام يا أبنائي هذا الميدان. مع الوطن عاطف بن عطية القرشي أبو سمن قدم لنا الوطن في هذا الشوط، خاطفته بكل قوة وبكل جدار. المركز الثاني، المركز الثاني كان بشعار صالح بن عوض الرزق مع نبا. ثالث المراكز كان بشعار محمد بن عبيد بن بعيران مع الشامخة. رابع المراكز كان بشعار في هذه اللحظات مبارك بن باني الدوسري مع المسك. خامس المراكز
كان بشعار محمد بن بخيت الزعيري المري مع انطلاقة ارتقاء. تهانينا وألف مبروك لمالك الوطن عاطف بن عطية القرشي بطل هذا الشوط. قاطعة المسافة 4 دقائق 40 ثانية، 10 أجزاء من الثانية. تهانينا والنوماسي وألف مبروك. ثاني التحديات إذن متابعينا الكرام، ثاني التحديات كان بشعار صالح بن عوض الرزق. قاطعة المسافة 4 دقائق 44 ثانية، 19 ثانية. ثالث المراكز محمد بن عبيد بن راشد بن بعيران كان بشعاره ليقدم لنا انطلاقة الشامخة من قدمت العرض الممتاز مع المركز الثالث. لحظات هنا.